انطلقت فعاليات أعمال الكشف الطبي على العاملين بمقر مجلس العمد والمشايخ بمطروح، وذلك في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة. وتهدف المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، حيث يتم تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية خدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية. مئة يوم صحة دي مبادرة رئاسية تستهدف صحة مواطنين المصريين. المبادرة بدأ من شهر يوليو وحتى 1 أكتوبر إن شاء الله، فربنا إن شاء الله يدوم. المبادرات الرئاسية دي برضه مفيدة للناس لأنها مبادرات من مجانا، وأي لا قدر الله أي حد عنده أمراض برضه ممكن يتحول للمستشفيات، ونتمنى المزيد مننا. بنقدم الخدمة في محافظة مطروح من خلال فرق ثابتة وفرق متحركة، ما يقرب من 24 فريق ثابت و18 فريق متحرك بنجوب بيهم مختلف القرى والمراكز والتجمعات السكرية محافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية وخدمات المبادرات لجميع الأشخاص والأفراد.